والله هو كابتن محمد عامر من أبناء النادي الأهلي المخلصين المحترمين ذو الأخلاق العالية والرفيعة، فهو أنا شايف أنه في أي موقع هيأدي أداء ممتاز. أقول له ربنا يوفقك في أي مجال تروح، ودايما رجالة الأهلي في أي مكان بيبقوا موجودين، وأنا مجموعتي كلها إبراهيم عبد الصمد وكان صلاح حسني وسمير زاهر والعالم دي، دول أعمارنا احنا يعني، وربنا يوفقه. هقول له انت موهوب، ويعني النادي الاهلي اكيد ما بينساش الناس الموهوبين اللي بيأثروا، يعني كون ان انا افتكر انا بحب الكرة عموما يعني، بس كون ان افتكر حاجة زي كده دي معناها ان هو عامل علامة كويسة يعني. انا اتمنى له كل توفيق واتمنى له الصحة والعافية، ونحب نشوفه قريب برضو في الملعب مع اللعيبة الصغيرين كناشئين، وناخد منه الخبرة دي بحيث ان احنا نشوفهم برضو كلعيبة كبار زي ما كان هو لعيب كبير.